القدس في زمن الكورونا، كل شيء تغير هنا. نحن الآن في منطقة باب العمود، هو شريان حياة أساسي في القدس المحتلة، لكن يبدو خال تماما من المارة بسبب الأوضاع الحالية. سأصحبكم في جولة إلى داخل البلدة القديمة، إلى الأزقة حيث الأسواق، لنرى ما هي الحال في الداخل وصولا إلى المسجد الأقصى المبارك. وهنا أيضا في البلدة القديمة في المنطقة داخل الأسواق يمكن أن أرى أن الوضع لا يختلف. المحال التجارية مغلقة باستثناء ربما المحال الحيوية مثل الصيدليات والمخابز والحوانيت التي تبيع الأغذية للناس. وهذا هو باب القطنين، أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك، وهو مغلق بطبيعة الحال تماما كباقي أبواب المسجد الأقصى. لأول مرة عمليا يغلق المسجد الأقصى أمام المصلين، لا تقام الصلاة فيه بسبب أزمة الكورونا، ويبدو أن الأمر تيسر أكثر بالنسبة للفلسطينيين بعد أن التزمت قوات الاحتلال بعدم إدخال المستوطنين في الاقتحامات اليومية من باب المغارب، أي أن الجانبين تجاوزا مرحليا معضلة السياسة التي تلازم هذه المدينة.